معي من كركوك سيد مسرور أسود، المعهد في المعهد العراقي لحقوق الإنسان، مفوض سابق لحقوق الإنسان في العراق. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد مسرور. إذا بعد هذه التحذيرات عندما نتحدث عنها من الأمم المتحدة، عندما نسمعها هل ترون أو يحصل أي صدى على الأرض؟ شكرا لك أستاذة ميسون والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. لحد الآن لا توجد أي صدى صراحة أو استجابة، بسبب أن هناك أعداد مخيفة من الأطفال والنساء ما زالوا محتجزين كدروع بشرية في منطقة موصل القديمة وحي الزنجيلي منذ 10 أيام. داعش الإرهابي يمنع خروجهم من هذه المنطقة، ونتيجة الاشتباكات بين القوات العراقية وتنظيم داعش الإرهابي أدى إلى سقوط العشرات منهم ما بين قتلى وجرحى. هناك حالات إنسانية خطيرة، هناك لا توجد هناك أغذية، لا توجد هناك حليب للأطفال، وأيضا هناك جرحى ما زالوا متواجدين تحت الأبنية المدمرة وقسم تحت البيوت. هناك حالات إنسانية مخيفة. طالبنا بضرورة توجه فريق من المنظمات الدولية والحكومة العراقية إلى هذه المناطق، وضرورة فتح ممرات آمنة من هذين المنطقتين، بالرغم من أن تنظيم داعش الإرهابي يمنع خروجهم، ولكن يجب أن هناك ظاهرة التمييز والتنافس. تمت أطفال لازال في هذه المناطق المختلطة، لازالوا تحت الأنقاض سيد مسرور؟ نعم، هناك أعداد من الأطفال ما زالوا تحت الأنقاض، قسم منهم أحياء وقسم منهم جرحى وقسم توفيوا. والأحياء من سينقذهم؟ المتواجدين، والله أنا أعتقد من الصعوبة من المكان بالوصول إلى هؤلاء الأطفال، بسبب أن هناك ما زالت منطقة اشتباك عسكرية بين هذه المناطق وبين هذه البيوت المهدمة. طالبنا نحن كفريق داعمين لضرورة تقليص عدد الأضرار من هذه المناطق، بضرورة فتح ممرات آمنة، وضرورة التمييز في المناطق التي تتواجد فيها الأطفال والنساء والمدنيين، لكون تنظيم داعش مثل ما قلت يستخدمون دروع بشريه، وهذا مخالف لاتفاقيات الجنيف المتعلقه في النزاعات المسلحه. ما حظوظ الامم المتحده في ايجاد ممرات امنه سيد مسرور؟ صراحه الامم المتحده الان ما تتدخل في الممرات الامنه، يجب القوات الامنيه الذي المرابط هناك ويتحرر هذه الاراضي، يجب ان تعمل بالتنسيق مع المنظمات الدوليه ومع الناشطين في هذه المنطقه، بضروره اخلاء المدنيين وخاصه الاطفال والنساء. اكثر المشاكل الان يجب تصدر في اتجاه الاطفال، لكونهم لا حول ولا قوه ولا يستطيعون الهرب من هذه المناطق. المتواجدين من هؤلاء المدنيين هم غالبيتهم من النساء والاطفال، خاصه في منطقتي الحي الزنجيلي والموصل القديمه، وبالتالي عمليه فرار الاطفال واخلائهم من هذه المناطق عمليه معقده وصعبه في هذه المناطق. تنسقون انتم مع المنظمات والهيئات الدوليه من اجل ايجاد حلول؟ نعم. خاصه اذا ما تحدثنا عن ممرات امنه. نعم، القوات الامنيه صراحه العراقيه عاملت المدنيين والاطفال والنساء والشيوخ معامله ايجابيه، وتم اخلاء قسم من الاطفال والنساء من هذه المناطق النزاع، وايضا تم اخلاء بعض الجرحى، ولكن الاعداد الكبيره، الاعداد المتوقعه في هذين المنطقتين قبل بدء العمليات في منطقه حي الزنجيلي والموصل القديمه تقدر كان من 55,000 الى 70,000، والعمليه تم تطهير 40% نعم. من هذين المنطقتين، بقت 60%، ولكن الحالات الانسانيه متفاقمه. انا اشكرك جزيلا، سنكتفي بهذا القدر، انتهى وقتنا. اعذرني على المقاطعه. من كركوك سيد مسرور اسود، المعهد العراقي لحقوق الانسان، مفوض سابق لحقوق الانسان في العراق.